بكم البنات في قناة أنوثتي، معكم ليندا وإن شاء الله اليوم حنتكلم عن القماش ورح نعطيكم معلومات هامة في حالة ما رحت وعملت القماش عند يعني الحلاقة لتفادي تلف الشعر وكذلك للحفاظ على شعركم. إذا سنعود، أهلا مجددا. فيديو اليوم سيكون كما قلت عن القماش. إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة وحابين تتعلموا القماش والصبغات وتخدموا يعني شعركم في الدار، اشتركوا معنا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدو. اليوم حنعطيكم معلومة خطيرة جدا على البودر تاع القماش، تابعوا معي جيدا، راح يكون الفيديو مختصر وماهوش طويل. إذا البنات كي تخيروا البودر تاع القماش ويكون ما عندكمش إمكانيات تشرو من لوريال او يعني من الماركات العالميه اللي تكون ممتازه في سحب الشعر يعني تعملوا الهايلايت، كل ما عليكم تتبعوا هذه النصيحه السهله والرائعه. فقط شوفوا اللون معي، هنا اللون الازرق. اللون الازرق هو مخصص لصاحبات الشعر الخشن الكثيف المجعد. اذا كان شعرك ناعم وخفيف وكما نقولوا احنا ما يتحملش الصباغه، حذاري انك تعملي القماش بهذا اللون. اذا عليه، لانه اللون هذا مخصص لصاحبات الشعر الخشن، حتى اذا كان ناعم ولكن يكون ثقيل وكذا وعنده ثقل ماهوش من نوع الخفيف. اما اللون الابيض في الاوكسيدون فهو للشعر الناعم الخفيف. يعني كي تروحي تشري او تروحي تخدمي عند يعني الحفافه تقولي لها اخدميني باللون الابيض اذا كان شعرك خفيف. بهذه الطريقه راح تحافظي على شعرك وراح تعطي له الوقت تاعو يتعافى فيه. يعني كي ديري القماش ويهبطوا لك مش راح ياثر عليك، لكن اذا عملتي شعرك بالازرق وهبطوا لك القماش وكان ناعم صدقيني راح يروح شعرك كامل، يعني يتنتف ويحب له وقت كبير باه يرجع. الان في هذه الفقره، فقره القماش، راح نقول لكم شيء مهم، انه اذا لقيتوا تشروا البرودوي تاع ليترونجي نفس الشيء، يعني اشروا الابيض والازرق للشعر الخشن. وثاني حاجه مهمه، انه كي نهار تعملوا القماش تستعملوا الشامبو اللي يزيد في الطول. راح نقول لكم الشامبو اللي عندي ويزيد في الطول عن تجربه وكذا، هو تاع الفيف، اللون تاعو يكون برتقالي. نهار اللي تخدموا بالقماش وينزل ليكم تغسلوا شعركم بهذاك الشامبو بالشعر تاعكم يطول وكذلك تزيد اللمعه تاعو يقوى. ان كان تحبي تعاودي هايلايت تصبغي يكون شعرك ما تاذاش بزاف، بلا ما ننسوا زيت جوز الهند. نهار اللي تبدا تهبط لي غسيل ديري دائما المساجات والماسكات لي الشعر. فقط حبيت ننوه انه قريبا جدا راح نعطيكم وصفه رائعه جدا تكثف الشعر وتطولو بمكونات رخيصه وفي الجزائر وكل الدول العربيه. كان هذا هو فيديو اليوم، تهلوا في روحكم، ما تنسوش تخلونا كومنتار جام وتخلونا اسئلتكم. سلام عليكم.